صباح النور. صباح يعني الجمال. اليوم بدي اتغزل فيكم انكم طالعين كثير حلوين. صرنا خمسه هلا. مريان، اول شيء بدنا نعرف شو هي التمارين المتعلقه بالركض. نعم. والفرق بيناتها. اوكي، هبه، هي الهدف من هيدي الحلقه كرمال نضوي على شغلتين. في عالم اوقات بيحبوا يخسروا وزن، وفي اوقات عالم بيحبوا يخسروا دهون. يعني نحن مش إذا عملنا تمارين رياضية نحن عم نخسر وزن أو عم نخسر دهون، يعني في فرق بين الشغلتين. لازم يعرفوا العالم إنه نحن عنا ثلاث أنواع من الدهون، اللي هي الدهون اللي بتتراكم على العضل، اللي نحن كمدربين رياضيين شغلتنا نساعد الأشخاص يخففوها. عنا الدهون اللي بتتراكم على الأعضاء مثل الكبد، القلب، الكلاوي، واللي هي خطرة. وعنا الدهون اللي هي بتتراكم تحت الجلد او ما يعرف بالسلوليت، واللي بتعاني منه اكثر شيء النساء. نعم. اوكي، هلا نحن لازم يعرفوا المشاهدين انه لازم يكون في عنا معدل دهون بجسمنا، لانه كمان الدهون الصحيه او الهيلثي فات هي كثير مهمه لتشغيل او الفونكسيون تبعو او حركه العضو بالجسم. نعم. وكمان هي بتساعد على امتصاص الفيتامينات. مشان هيك عند الرجال لازم يكون المعدل بين 18 و22، بينما عند النساء لازم يكون المعدل بين 26 و31. نعم. اوكي، هيدا كرمال نكون محافظين على معدل صحي بالجسم. اكيد اذا اشخاص نساء او رجال حابين يتبارزوا بمسابقه كمال الاجسام، اكيد هذا المعدل بيكون اقل ببورسنتاج او بنسبه بعد اقل من مزبوط اقل. نعم. من الارقام اللي ذكرتها. نعم. هلا اي متى نحن بنكون عم نخسر دهون، اي متى بنكون عم نخسر وزن، هي نحن بس نكون عم نقوم بحركة جدا سريعة أي ما يعرف بالركض، نحن هون بنكون عم نخسر من الوزن تبعنا. ليش؟ لأنه مصدر الطاقة تبعنا بيكون من السكر والنشويات. نعم. بينما إذا شخص بده يحافظ على جسمه الوزن تبعه بس بده يخسر دهون مثلا، من بده يكون مثلا مقطع المعدة أكتر، فمن هون بيكون هو عم يخسر، مصدر الطاقة بيكون عم يجي من الدهون، وبالتالي هون بيكون هو عم يخسر دهون مش وزن. نعم. فمش يعني هلأ الواحد فيه إنه يستخدم الركض لخسارة الدهون أو لخسارة الوزن. نعم. حسب سرعه حسب سرعه الحركه. يعني اذا انا بدي اعمل مشي متوسط الركض متوسط، انا عم بخسر دهون، بينما اذا بدي اعمل ركض كثير سريع انا. نعم. هون بكون عم بخسر وزن. نعم. اوكي، يعني بس تيكونوا عم بيعرفوا ليش نقيت الركض. شو الافضل يعني، هو برايك شو الافضل، ولا هو حسب هدف حسب هدف الشخص؟ مثل ما قلت راويه، اذا انا مثلا مثل هلا ما بدي اخسر وزن، بس اذا انا كان عندي تنقول دهون متراكمه على المعده، عبالي اقطع معدتي اكثر بعمل حركه متوسطه. بس ما بتنخسر الدهون والوزن بذات الوقت؟ لا. هيدي. نعم. لا اكيد، لانه في سرعه بيكون يعني في يعني مثلا يعني بهيدا تجاوبك على هيدا راوية، إذا أنا ما بدي أخسر وزن ودهون بذات الوقت بلعب بالسرعة. إذا أنا بدي أطلع أعمل مشي سريع على الترادميل مثلا، بيقولوا كمان أي متى بحرق أقل أو أكتر. إذا أنا كنت على الريق مني بعد ما تناولت وجبة الإفطار على بكرة، بكون دغري عم بخسر دهون. ليش؟ لأنه معدل الأنسولين أو السكر بجسمي بيكون جدا واطي. نعم. بينما إذا أنا أكلت تروقت وبدي أعمل ممارسة الرياضة، عندي أول 15 دقيقة بكون عم بخسر النشويات او السكر، ال 45 دقيقه القادمين بكون بلشت اخسر. تحمست شوف التمارين. نعم. يلا تفضل خلينا نبلش. اوكي، صباح الخير لكل اللي عم يحضرونا. اليوم رح نكون عم نمشي على نطاق شوي سريع زياده، فمش هيك بين كل حركه وحركه رح نبطئ شوي، بس لانه رح كون عم بحكي كرمال يضل النفس. احنا مش رح نتعبك كثير. لا ما كثير، اجتنا توصي. اوكي، مثل العاده اول شيء لانه نحن عم نشغل دقات القلب بنبلش نطلعهم على مهل. هلا انا قد ما بحكي كثير يمكن طلعوا خلص. بس حرام كارول تعبها دغري. رح نبلش نركض بشكل بطيء، رح نعلي شوي، رح نعلي كثير ونبقر بالكاحل. من هون لقدام مع بعض طعم جبن امشي فيه. رح نعمل جامبينج جاك، 1 2 3 4 5 6 7. من هون رح نقدر نرتاح، يعني عليت دقات القلب رجعت وطيتهم شوي.
نرجع نركض شوي خفيف. طالعة ريحة الأكل شاف شهيتنا. من هون رح نوضع الأيدي بهذا الشكل. رح ناخذ وضعية كأنه عم نركض ونطلع لفوق. من هون رح نطلع قدام قدام لورا. نرجع نخفف. كمان نركض بطيء لورا. منعلي الأرجل للخلف. لا قدام. نرجع نشبك. نرجع منخفف. يعني مفكرة بالحلقات اللي بتكونوا فيها اجي لابسة اللبس الرياضي واعمل معاكم، بس المشكلة مين حيكمل الحلقة؟ هيك كنا عم نختم. واضح. بس عندك شوية وقت. عم بلقط شوي نفسي. عندي هديتك كمان، فإذا ما عاوزين نسألك وأنت بتشتغلي. لا إذا ممكن. يلا. طيب مريان، أول شيء التمارين بنحس إنه بيقطع نفسنا في النص. صح. رتبي لنا مع شرب المية، يعني دائما بنعرف إنه المفروض نشرب موية، في ناس بتقول لا. وين الصح؟ أوكي. إذا كان التمارين يعني مثل بحالتي انا ما بيسوى اشرب، مثل هلا اشرب دغري مي، اذا بدي اشرب بشرب سب او نقطه يعني بالريق تبعي، لانه اوقات اذا كنا عم نشرب مي مثل واحد اذا شرب كثير مي اول شيء ما بيسوى. ليش؟ بتصير معي دائما مزبوط، بيعمل شكه، بيعمل بسيبه يعني شرب المي لازم يكون مدروس بالتمارين الرياضيه، يعني ننطر طيب يروق ضغط القلب او نبض القلب وساعتها بنشرب مي، بس على السرعه ما بيسوى. نعم. يعني انا سمعت انه صوتك كثير حلو بالغناء، وما بعرف ليه حابه انه انت تغني لنا هلا مع هالنفس اللي كثير. انا اكيد معلوماتي خاطئه هبه، هذا انتقام مش حسيت، لانه صدقيني كل المشاهدين بيطفوا التلفزيون بس يسمعوا صوتي. لا بيخلونا بالتمارين الرياضيه. صح. طيب مريان خبرينا اكيد الصبايا كمان بحبوا يعرفوا قد ايه نحن وقت بحاجه تنحرق، يعني انا اذا ركضت ساعه مثلا بين مشي سريع وايضا كثير مهم سؤالك راويه، لانه في انا اكون هلا بهدول التمارين اللي عملتهم في يكون حرقت 300 وحده او سعر 300 سعره حراريه او وحدات سعره حراريه. بينما اذا انا كنت عم اقوم بتمرين ابطا في يكون حرقت 170، بس هيدا يعني بس ما خص الارقام، خص انا شو ال 100% 100% او الوزن 100%. نعم. ومثل ما حكيتي كمان شغله كثير مهمه، انه الوقت كثير بياثر بانه شو اللي عم بينحرق بجسمنا، يعني قلتي من بعد ربع ساعه من التمارين حتى بغض النظر اذا كنت عم بمشي بسرعه كبيره او بسرعه خفيفه 100%. بس هيبا. كمان اللي كمان انا سمعته من يعني كمان من مدرب رياضي انه بطلت هلا قاعده، من المدرب الرياضي عرفت انه من بعد حتى الربع ساعه انه لازم لحتى تحرق الدهون يكون بسرعه معينه، كمان ما تزيد السرعه وما تكون السرعه كثير كرمال الضغط القلب، يعني اذا انا كنت عم بمشي هون بتفرق هبه، يمكن انا اكون عم بمشي اول ربع ساعه وبعدين انزل قوم اعمل مكانات، وهن المكانات بتعتبر سرعه زائده. نعم. يعني في يكون بلشت
فهمت ما اذا العدم هون بتصير يعني تما يسيبني اي انسيدنت اي تشنج او اي تشنج او اصابه 100% فمشان هيك ببلش بوزن خفيف بعدين برجع بعدين بالاوزان العاليه بس مش يعني بكون بلشت بوزن خفيف يعني من الصفر لا بلش بجسمي قد ايه بيقدر الوزن يتحمل يكون خفيف بعدين بقوي عليه بسرعه نعم يعني مريانه بعيد المدربه الرياضيه شكرا كثير شكرا لك والان مشاهدينا سننتقل الى فاصل اعلاني صغير ثم نعود لنتابع باقي فقرات صباح النور حيكون عندنا حديث من نيويورك على القمة الدولية سنوية 15 لحقوق الإنسان انتظرونا